فاروق هي داليا حامل. انت عرفت منين؟ ليه هو سر يعني ولا ايه؟ لا مش حكاية سر، بس احنا لسه عارفين من يومين وما قلناش لحد، ده حتى امها ما تعرفش. مبروك. الله يبارك فيكي. طب وانت ايه بقى، مش ناوية؟ يعني مش كفاية اللي داليا هتجيبهولك؟ لا مش كفاية، انا لو عليا عايز اجيب 10 عيال يبقوا عزوة في ظهري، والأهم من ده كله إن أنا عايز أخلف منك أنتي. عشان كده بقى مختفي من امبارح؟ كنت بحاول أقلبها في دماغي يا سامي. وصلت لإيه بقى بعد ما قلبتها؟ بصراحة وصلت إن كلامهم كلهم صح. قصدك كلامها مش كلامهم. سامية انت شايف ان انا اعمل ايه طيب؟ انا لو عليا انا اكتر حد في الدنيا بيخاف عليك وعايز مصلحتك. لو هتبقى مرتاح لما تسافر وتهرب وتسيب البلد انت حر، محدش يقدر يغلطك الصراحه. لكن لو لسه في امل ان انت تثبت براءتك وتفضل هنا وسط اللي بيحبوك وبتحبهم، تعال نحاول تاني. اللي بيحبوني؟ اللي بيحبوني كلهم راحوا مع فاروق يا سامي، حتى جمالات راحت قعدت معاهم. خلاص ما فضلش غير بنتي، وجودي معاها بقى خطر عليها بصراحة. ده اللي انت شايف يعني؟ هما دول بس اللي بيحبوك؟ دي مرات فاروق. ألو؟ أيوة يا حبيبتي طبعاً. أوي أوي أجيلك طبعاً. تجي لها فين؟ ما ينفعش. ماشي أشوفك على خير. سلام. تجي لها فين يا سامي؟ خلينا نجرب تاني. مش يمكن لما تكلم جمالات تنسى موضوع السفر ده خالص؟ يا سامية ما ينفعش، ما ينفعش تروح هناك تاني خلاص، أنا خايف عليكي. تقلقش عليا يا دكتور. تلت ساعة بقى وتغسلي وشك وادعي لي على النضارة والخدود المورضة. أما نشوف. ماشي، أروح الحمام بقى أغسل إيدي ونرجع نكمل. ها؟ طيب. بقول لك يا عسل، ما تعرفيش فين أوضة الست جمالات؟ أنا أسفة على السؤال بس ليه؟ أصل الست داليا كانت بعتلها الكريم ده تجربه. طيب هي تاني أوضة على الشمال. تسلميلي. سامية أنتي بقى مسكي. بتعملي إيه هنا؟ كلمي ياسين بسرعة.